سلمون فوج كربلاء اي وين تعذبت فوج كربلاء فوج بس شوفون ال الآن إلى شهادة شاب آخر تعرض هو أيضاً إلى تعذيب كبير أفقده القدرة على السير بشكل طبيعي. نشاهد جانباً مما تعرض له المواطن علي حسين صالح، تبينه اللقطات الآتية. انت شو اسمك؟ انا حسين صالح. وين اخذوك؟ اخذونا وين؟ الحشد.